تو المهم الراجل خذا قرارات نتاعو وفرحنا به الناس الكل وكنا نستناو فيه الناس الكل. تو تبدا الخدمه اختي. الراجل مش وحده. يد واحده ما تصفقش. مش نبدو نفرحوا كما يقولوا فيها العرس وفاء. تو الناس الكل تخدم على رواحها. الشعب معاه الناس الكل ننظموا رواحنا ونرجلوا رواحنا وناخذوا لبلادنا ونخدموا على بلادنا مش كن فيكون بشويه بشويه. بس ما ندخلوش لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله وكلمه باش نقولها كلمه صعيبه. كيما المخلوف كلام يقول فيه بشوي الحمام دم موليش حرب أهلية راي بلادنا الناس كله خيان نمشي والراجل معاه ناخفه معاه ريت كيفاش هذا عبد هذا توسي هذا ندخلوش حرب أهلية زادة تهو الراجل خذا قرار به نستناو فيه الناس الكل زدنا نحن كشعب ناخفه معاه ما نقعدوش نصفقوا ايه ولا بردنا لقلب لا احنا ناخدوا معاه احنا ناخذ معاه نظموا رواحنا ونريقوا رواحنا كشباب لا نحب نحرق لا نحب نمشي بالكرسوم وحب يحرق والماشين داهمين على دار ناس غادي تنبوا المستوى بالكف غادي في الرشال تراقى ياسا ويبكيوا وحالتهم محلينا علاش ما نهضوش ببلادنا علاش ما نعموش تكوين مهني يتعلم صنعة يعطون خدمة برامج تشغيل برامج كل بلاد تقوم بها دولتها وشعبها وهم يقوموا بها بلادنا راي تونس راي 3000 سنه حضاره راي انت خلاهم يترجوا بها يا كل العنكبوت هكاك شنو تتوقع يصير البريود الجايه؟ بحول الله لاباس وحده وحده مش كن فيكون خذ تربي وحده وحده شويه صبر برك وننظموا رواحنا ونريقوا رواحنا بحول الله اللي جاي خير هذه بدايه تشرف هذه بداية ومازال بحول الله كان عندي حق ناخذ في نصبة ولا في حانوت ولا في عاد ناخذ قدم مطلب ناخذ ما ناخذوش ما عنديش حق ما نعطيش الزعالة لعن الله الريشي والمرتشي للدين مش انا نحكي الزعالة ونقولها للبلاد هم يسرقوا فينا هاك انت تعطي فيه هاك انت تزعله ما تزعلش طبق علينا خلونا نمشي بالنظام القانون فوق الناس الكل كما قال سيد الرئيس الرئيس قال لك القانون في الصغير في الكبير الناس الكل طبق النظام طبق القانون كما الدول الاوروبيه 17 سنه ونعيش في اوروبا وشوف توريت ما عادش لازم بلادنا نهضوا بها وخسر قومها كيفاش نهضوا ببلادهم اخي تالي كيفاش كانت 40 سنه التالي ما كان يقولش عنا ياكلوا بالجزران يقول لك تلالي ياكل الجزران شوف كيفاش ولاو فاخو طوروا بلادهم متفق معاك هما دول متقدمه احنا ديما تيرسو موند واحنا العالم الثالث نمشيو نتبعوا بشويه بشويه علاش ليه؟ وعندنا موارد علاش مع الناس موارد؟ عندنا الفوسفات كل مواطن ياخذ بايو ولازم زاد الانسان زاد يسعى مواطن مش يستنى حتى اللي يعطيوني يسرقوا بي وباش يهبطوا له تجي تونس تعطيه ما هو انت زاد اسعى بادر يد واحده ما تصفقش حتى احنا كشعب زاده نفيقوا ارواحنا اللي يخدم يخدم خدمه نصيحه ويخدم بالكدا وينظم تعلموا سد الصف تعلموا قدروا بعضنا تعلموا شنو شوفوا الناس كيفاش متحضره بحول الله نبداو لاباس مش ولا هاو ويرحم والديه وهو الشمس بتزرع على الناس الكل لا احنا زاده بلادنا نخدمها كان احنا بلادها تخدمها رجالها تخدمها اولادها ما يغير الله بنفسه حتى يغير ما بغى نموت احنا نقولوا سي قيس سعيد جابك الصندوق على خاطر انت راجل نظيف وراجل محترم وما جيتش هكاكا ما جيتش من الشارع الشعب التونسي هو اللي انتخبك وانتخبناك على خاطر انت انسان نظيف وريناك صاحب مقدره ومقدرتك هي اللي ثبتت لنا عن جدارة اللي انت صاحب تفكير صايب واللي تعمل فيه يعطيك الصحة عليه ونقولوا زي قيس سعيد رئيس الجمهورية الحالي يخدم على روحه بارك الله فيه الشعب التونسي عملاق الشعب التونسي عملاق ومثقف ومتربي ولد عائلة شعبنا باه ياسر وشعبنا متفهم وشعبنا ماهوش متحجر يفهم كل شيء ولذا رئيس الدولة قيس سعيد ربي يبارك فيه ويعيشوا واللي عملوا في مجلس نواب الشعب خارق للعادة ويواصل تنظيف البلاد وتطهيرها من الإرهاب ومن كل شيء ويعطيه الصحة وبارك الله فيه وسامحني والنهضة
يلزمها وكل فيك كل فيك والنا كل فيك وحركة النهضة يلزمها تخرج من تونس. حبيت نقول يرحم والديك يا سيد الرئيس، والله العظيم عبارة لقح 12 مليون. أنا خويا ثلاثة أيام التالي مات، الله يرحمه، خويا الصغير مات من الإهمال نتاع السريق نتاع النهضة ومتاع غيرهم، فهمتني؟ أنا خويا من 8 نتاع الصباح ونص الليل وأنا نجري به في السبيطار، لا أكسجين لا حتى شيء، يموت قدامي. جرتهم هما البارح بالخطاب نتاعو حسيت خذالي من ثاري منهم. سيد الرئيس حاجة بركة، يرحم والديك وراك نظيف ورانا معاك وما تخاف من حد شيء. تحس رجع امل، رجع شانس، رجع اندرشني. بالنسبه للعبيد اللي يحكوا برلمان واندرشني، يلزم رئيس واحد لا برلمان لهم يحزنون على القليل الواحد يعرفوا مع شكون يتعامل. مثلا واحد قاعد وحده وحط مليون وراه واحد برك تهز المليون راه هزوا هذيك، اما وراه 150 واحد يتلافت مش يفهم شكون هز. معناها خلينا نقيس. باهي، انت كشاب شنو هي طموحك بعد القرارات هذه؟ طموحي من بعد القرارات هذه يتحاسبوا العبيد السراق بالرسمي، كان بالحرب بالكرتوش، الحصير والحق ما هو بين، ونحن مع الحق ومع قيس سعيد. شنو طلباتك من رئيس الجمهورية؟ ينحي جماعة النهضة كل يحطهم في الحبس، هذاك هو كل ينظفها سيد الرئيس، نظفها، اعمل كيما الزين، يحكم حيحكم قبل كيما الزين، اعمل حط نظفها كل في الحبس عشان غادي، ومن بعد ابدا حاسب بالواحد، خرج بالواحد وحاسب. انا شنو نحب؟ انا ما نحب حد شيء. نحي جماعة النهضة كل يحطهم في الحبس، ما تخليهمش لبرا، ما تخليهمش لبرا. الله يرحمه الزين، كان الزين، انت كانت بلاد، كانت الزين، كانت العباد مرحومة خير. لا سارق، ما هو سارق، ولا ما لهكا. اي النهضة كله نحيها ونظفها وحطها في الحبس، كانت خليها لبرا. سيد الرئيس راهم باش يعملوا حالة ويتسربوا ويعملوا برشا حاجات، احشيهم وكل غادي وتهنوا وابدا حاسب بالواحد. هذا شنو نحب انا سيد الرئيس؟ هكا هو. اما انا باش نعطيك كلمة يا سيد الرئيس، انا اكبر منك روان في العمر، فهمت؟ اسمع كلمة باش نعطيها لك. الرأسمالية ريتو جينيراسيون تاع الشباب اللي ترى فيه توا الكل يخدموا فيه كونتراكتيال، في اي لحظة يخلوا برا وعش دارك، يعدي عمره كله يخدم ما يترسمش عليه. يا رسول الله، كلب هو، انا خدمت وترسمت وضربت وليت عندي شهرية واحد. ولدي اليوم قاري عنده الماجستير، هذوما ولادي كلهم عندهم الماجستير، ما يترسمش في اي لحظة يخلوا برا. هذا اللي طلب منك انا، تنحي الكونتراكتيال من البلاد، تنحي الكونتراتو من البلاد، خلي الشباب يعدي 4 شهور 5 شهور تاست ومن بعد يترسم ديريكت. تو ترى الشباب ايش يعمل، ايش يولي لك يا شباب؟ خلي الشباب يترسم، وتو ترى الشباب ايش يولي يحبك ويحبها البلاد. الشباب كله يكرهها تونس، راهو عنده 1000 حق، عنده. انا نحبها خاطرني انا ترسمت وعملت اسره وبنيت دار وعملت، اما ولدي ما يحبهاش البلاد، راهو ولدي هذوما ولادي ما يحبوهاش البلاد، خاطر ما عندهم حتى مستقبل ينتظر فيهم في البلاد. يعيشك راهم فقدوا الوطنيه. يا سيد الرئيس تحي لهم الكونتراتو، خليه يخدم 3 شهور 4 شهور ومن بعد يترسم، وتو ترى الشباب باش ينتج لك، وبارك الله فيك.